يعني ده من جريدة الشروق طبعا. الجهاز ده على مسؤوليتي، نفس الكلام اللي قاله عمرو عبد الحق، خدوا بالكم معايا يا جماهير النادي الاهلي يا محترمه، اوعوا تخلوا حد بالاهداف دي يستفيد من ورا الاهلي، الاهلي ليه ولاده المحترمين. فمن هنا شوفوا حضراتكم، انا مش ههاجم، انا بقول لحضراتكم نفس الكلام. الكلام ده كان متجهز من مباراه تونس بالمناسبه يعني. ف اللي قالوا من شويه شريف عبد الفضيل مش عارف حجازي ومش عارف مين، ومين يقول للاعيب راح الدوري الانجليزي؟ لا، وكان قاعد ضاغط على الجهاز الفني مش عايز واحده الاهلي اللي يلعب يكون شاري الاهلي، احنا اتعلمنا كده لان بيتقال لك كده قبل ما تيجي الاهلي، عاوز الاهلي؟ ايوه عاوز. كل شويه كل يوم اللاعب بيدخل الجهاز الفني ثلاث اربع مرات، حجازي لاعب محترم ومؤدب جدا بس عنده حلم الدوري الانجليزي. طيب اتقال في المقاره خسائر 280 مليون جنيه، يا نهار ابيض خسائر. هو من شويه الناس كلها كانت بتكتب مليارات وبتاع، والصوره موجوده وتحت هنا المقاله في الشروق وصفحه كامله على النادي الاهلي. يا عم عايز تسقط ناس قول لهم اسقطوا وخلاص، قول لهم ما تدخلوش، لان احنا خلاص عملنا اجتماع جوه الجريده واخدنا اتجاه بقياده حد شغال جوه النادي، عايزين حاجه اكتر من كده؟ ما انتوا بقى هتقولوا لنا تسريبات، ما انتوا عارفين اللي ما ينفعش مع الاهلي كده. ينفع العدل والحق، ينفع الصوره الجميله المحترمه اللي شفناها ما بين الرموز اللي نازله. هو ده اللي ينفع، لكن ما ينفعش ده. ما ينفعش الوعود يا جماعه. سيبوا الاهلي في حاله، بطلوا عبث بالاهلي صدقوني. خسائر ايه يا راجل؟ ده اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. قال لك مش عارف رمضان صبحي كارثه زي ما اتقال من شويه من البي، نفس الكلام المتكرر. رمضان صبحي ده راجل جايب لي مش عارف 6 مليون واسمه عشان النوايا خالصه، راح جاي الدولار ضارب لفوق ب 20 جنيه و 22 جنيه. ما تكلمكش ليه اللي انت دخل لك 8 مليون جنيه، مليون دولار من تريزيجيه ولا من ايفونا؟ ما تكلمش ليه على شكل جميل؟ فنشوا مجلس الإدارة الحالي وعملوا الكابتن حسن ومن قبليه الكابتن صالح، الكل ساهم، الكل ساهم. لكن يجي يقول لك إيه؟ ده قالوا قالوا له قالوا قالوا له شغل لنا على النغمة الكذابة دي، كلهم بيعملوا كده. قالوا مين اللي قالوا؟ مين اللي صرح؟ ده محترم وده محترم، والكل ولاد الأهلي محترمين. عمرو عمال عبد الرحمن من شوية خساير 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 وادي الشروق. طب روح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه عشان تضحكوا معايا. ضياع اللقب الافريقي يفتح ملف احزان الكره الحمراء. فريق الكره كلف مش عارف ايه 600 مليون في ثلاث مواسم دون خسر 9.5 مليون دولار لعدم التاهل. عارفين لو اقول لكم على حاجه، ده المقاله دي في باب ما بينهم، دول فاتحين على بعض. ده هم جماعه قولوا لي هو المبنيين جنب بعض ولا بعيد؟ حد في مكان وحد في مكان. ولا في صاله تحرير واحده للاثنين؟ انا شايف اللي كده في عارفين، اتبسطت جدا لما عرفت اللي اشقائنا في دبي في الطيران ده دلوقتي تاكسي التاكسي الطائر ده بسم الله ما شاء الله، ده في تاكسي طائر لف بسرعه نزل في وقت واحد من مدينه الانتاج في الحاره المزنوقه اللي جنبنا، طار على وسط البلد ومن وسط البلد على المهندسين ولا مش عارف الدقي، ايه السرعه دي؟ ده ايه اسطمبه واضحه. بس هنا بقى هناك 280 هنا 600 مليون. فاكرين لما قلت لكم الصحفي اللي اسمه مكتوب تابعوا الاخبار كلها بقى له اربع سنين بيعمل في الاهلي ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ يا اهلاويه احنا اهلاويه، يا اهلاويه احنا اربع سنين يا عيني. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه حلوه قوي، نغمه من الشروق للاهرام لحاجات تانية
انا قلت لكم اصل ده احنا مذاكرينه وعارفينه وبنسكت، لكن انما للصبر حدود. الاهلي اهم. حد فيهم قال الاهلي اخد 1,250,000 زي ما بتقول خسائر، 250,000 يعني حوالي دولار على فكره، يعني حوالي 22 مليون جنيه. حد قال ده؟ قال لك الحق ده الميزانيه فيها لوحدها تجديد الكرنيهات ولا مش عارف العضويه فيها مش عارف 500 مليون. يا بيه قول للناس شكرا، انتوا بذلتوا مجهود وربنا يولي الاصلح. ويا جمعيه عموميه يا محترم اختار اللي يقود السفينه. ده بيتقال للجمعيه العموميه بلطجيه ومش عارف ايه وبتاع، ده حاجات غريبه علينا والله العظيم. انا هو ده اللي انا عرضته دلوقتي، ده بقياده المايسترو، حد مايسترو اهو، اسمعوا كلامي وافتكروا اللي انا بقوله. في حد مايسترو قاعد فوق، مش المايسترو بتاعنا، المايسترو بتاعنا ده اخلاقه عاليه قوي. المايسترو بتاعنا ده ما يقبلش بالكلام ده، كان كل ده يلا يلا مفيش عندنا الكلام ده. فاما تشوف نغمه واحده في الاعلام في الشروق والاعلام المرئي والمقروء والمسموع، ده هيبقى نغمه واحده جاهز على النشر، جاهز على النشر. عيب يا جماعه انتوا كبار، عيب. فانا مش هخاف بقى، خلاص تجاوزنا بقى الكلام ده كله، لان جه وقت خلاص اللعب ده مش هينفع. سيبوا الاهلي وحاله، سيبوا الاهلي لاولاده، سيبوا الاهلي لاعضاء جمعياته العموميه، سيبوا الاهلي لجمهوره اللي انتوا عمركم ما كتبتوا عنه. هل الجرايد الكبيره كتبت مره اقفوا جنب الجماهير اللي كانت محبوسه واهلها ما كانش معاها فلوس تجيب لهم سندوتش، والله ازازه ميه، والله العظيم ما بزايد، اقسم بالله العظيم بقول الحقيقه. حد فيهم كتب، مش هقول، لكن هقول حاجه واحده، سيبوا الاهلي وشأنه، بطلوا العبث بالمجموعتين هنا وهنا، هنا وهنا، كفايه عبث، كفايه الشغل ده، كفايه في ربنا شاهد. وكفايه الجملة اللي بقولها لكم دايما، أصل ربك كبير، ربك كبير. هختم قبل ما تشوفوا الصندوق اللي بعد كده، مركز إعلامي، مجلة، قناة، ربك يكرم، لكن في نوايا يعلمها الله وربنا مطلع على كل واحد بيعمل إيه وتوعد بإيه. بس خلي بالك ليك ابن في يوم من الايام هتشوفه بيتظلم قدام عينيك وهتبقى مسلوب الاراده مش عارف تعمل ايه، هتفتكر ساعتها قلت انا ظلمت ناس على حساب ناس وقعدت 4 5 سنين شغال بطحن في الناس، ما وقفتش مع اهلي في لائحه استرشاديه وما وقفتش مع اهلي في قرارات وقعدت اقول مش عارف ايه وعملوا ايه وضيعوا ايه وعمرهم ما عملوا حاجه. لا، كل ولاد النادي الاهلي عملوا وكلهم طوروا وكلهم محترمين وكلهم اشتغلوا لمصلحة النادي الأهلي، لكن أنت لا، كلهم عملوا ما عدا الناس دي. وأنا ما أقدرش أعمل كده لأن ربنا أكبر من الجميع. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه إيه ونرجع لحضرتك.